أهلا، مساكم الله بالخير. شلونكم؟ عساكم طيبين؟ وش أخباركم؟ في ناس تسأل متى أبدأ الموقت؟ بعد الترطيب أو قبل الصب؟ يعني بعد ما أخلص أول صبة أو بعد ما أخلص. كل الطريقتين طبعا صحيحة، بس وقت تعديل الوصفة. إذا بتعدل الوصفة امشي على وش سويت بأول شيء. يعني مثلا الحين أنا بديت أنا أول شيء، على حسب الطحنة وعلى حسب البرامترز اللي عندي أجي بعدل مرة ثانية. بينما إذا بديت بعد ما أخلص صاب برضه نفس الشيء، التعديل يكون بعد ما أخلص صاب. كل الطريقتين صحيحة. طبعا حطيت 22 جرام، ابي استخلص تقريبا 330 ريشو 15، حرارة 90، طحنة ناعمة شوي نعمتها، فلتر كاليتا على القمع اوريجامي.